بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح درغام. إن شاء الله هنتكلم على موقع مصممه بالورد بريس، عبارة عن شركة للتجارة الإلكترونية، تسمية افتراضية ليها سميتها شركة اليسر للتجارة الإلكترونية. البيانات اللي في الموقع دي كلها بيانات افتراضية مش حقيقية، أنا مسجلها بس عشان اجرب الموقع وشوف شكله ايه. زي ما انتم شايفين ده الشعار بتاع الشركة، وده اسم الشركة الافتراضي اللي انا مفترضه، سميتها شركة اليسر للتجارة الالكترونية. طبعا بيانات مش حقيقية اللي في الموقع، بس بيانات للتجربة يعني. تمام، وهنا نبذة عن الشركة، بالشركة في مجال ايه، وهنا اللي هي الصورة. تمام، وهنا صورة تانية، ونبذة عن الخدمات اللي بتقدمها الشركة، حوالي 5 خدمات مثلا. وبعدين الخدمات اللي بتقدمها الشركة بالتفصيل، عبارة عن حزم، كل حزمة وبالتفصيل الحاجات اللي فيها. طبعا البيانات دي كلها بيانات افتراضية يعني. تمام، فأنا افترضت إن هما مثلا 6 حزم، وكل حزمة بالتفصيل بيذكر البيانات اللي هي اللي فيها، اللي في الحزمة دي. يعني مثلا خدمة تأكيد طلبيتك عبر الهاتف مكونة من كذا كذا كذا. تمام، وهنا آراء العملاء في الشركة، في خدمات الشركة ديت كلها آراء افتراضية مش حقيقية يعني للتجربة. حاطط حوالي 6 آراء، 3 و3. وبعدين هنا كاونتر عدد عملاء الشركة، عملت افتراض ان هم 5000 عميل مثلا كافتراض، وعدد المخازن 500، وعدد الخدمات 6 خدمات. تمام، وهنا احصائيات عن الشركة، مستوى جودة الخدمة مثلا كام في المية، مستوى رضا العملاء عن الخدمة كام في المية، وهكذا. دي عبارة عن احصائيات. وهنا عنوان الشركة، على فرض انها في المغرب مثلا في الدار البيضاء. تمام، ودي خريطة من جوجل ماب بتبين عنوان الشركة اللي هو في الدار البيضاء. تمام، وهنا تواصل معنا، هنا ارقام التليفونات والموبايل والفاكس والايميل، وهنا السوشيال ايكون اللي هي بتاع الفيسبوك والتويتر والانستجرام والواتساب. تمام، زي ما انتم شايفين الموقع عبارة عن موقع من صفحة واحدة. تمام، زي ما انتم شايفين التصميم بسيط، وان شاء الله يكون مناسب يعني. تمام، كان معكم اخوكم سامح درغام، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.